في خبر آخر، عقد دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا ثانيا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع سد نهر روفيج الذي ينفذه تحالف شركتي المقاولين العرب والسويد إلكتريك بدولة تنزانيا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. أستاذ عمرو، صباح الخير وبرحب حضرتك على إكسترا نيوز. وبالتأكيد سد ستيجلر جورج في تنزانيا هو من النموذج للمشروعات المشتركة والتعاون المشترك بين مصر وأفريقيا، تحديدا دولة تنزانيا. إلى أين توصلنا في هذا الاجتماع الذي عقد بالأمس بين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركات أو تحالف الشركات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع؟ صباح الخير استاذ همام، اهلا بحضرتك. طبعا دكتور عاصم الجزار بيعمل معاك متابعه دوريه للمشروع بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي له عقد توليه حقيبه الاسكان. الاجتماع دائما بيناقش كل النقاط اللي بتنفذ المشروع، نقاط فنيه، نقاط اداره المشروع، البرامج الزمنيه المتفق عليها، المده الزمنيه اللي تم الاتفاق عليها، اي صعوبات قد تطرا على المشروع ممكن تواجهه وتاثر على البرنامج الزمني او تحصل اي مشكله في المستقبل، بيتم مناقشتها والتدخل فيها فورا وتلافيها لعدم تاثيرها على البرامج الزمنيه اللي تم الاتفاق عليها مع الجانب الثاني. نعم، زي ما حضرتك اشرت، هو المشروع له بعد سياسي يعني لتعميق دور مصر في افريقيا، وهو فيه بيظهر اسر التعاون بين جمهوريه مصر العربيه وجمهوريه تنزانيا التحت. لكن احنا بدانا فعلا في التنفيذ استاذ عمرو. بدانا يا فندم في التنفيذ من يناير 2019 وبعد توقيع العقد مباشره في شهر سبتمبر 2018 اللي شهد التوقيع سياده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور الرئيس تنزانيا الاتحاديه. والعقد كان تم في شهر 12 2018، ومن وقتها بيحصل اجتماعات متابعه دوريه والرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا بيتابع المشروع بنفسه. الرئيس التنزاني كان قد طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبار هذا المشروع هو مشروع قومي مصري اسوه بالمشروعات القوميه في مصر، وبذلك من المهم جدا ان يتم تنفيذ هذا المشروع على اكمل وجه وبالتعاون ايضا مع الشركات ربما المحليه في تنزانيا. اهميه استاذ عمرو، اهميه ان يتم تصدير الخبره المصريه في انشاء هذه السدود الى افريقيا وتحديدا الى دوله تنزانيا. يعني اهميه المشروع، هو يعتبر دلوقتي مشروع قومي مصري تنزاني، يعني هو بيأكد نجاح العلاقات المصريه بافريقيا وبيأكد نجاح العلاقات المصريه التنزانيه. يعني مشروع زي ده لما يكون بيدرس من سنه 60 لحد النهارده ولسه ما اتنفذش، والحمد لله في ثقه في شركات مصر والمشروعات القوميه اللي بتتم في مصر حاليا، يتم اختيار شركه من الشركات المصريه ودعم الشركات المصريه ودعم الحكومه للشركات المصريه تنفذ مشروع بالحجم ده، ده طبعا بيعكس اهميه كبيره جدا لدور مصر في دول افريقيا. نتكلم على الجزء الفني، الجزء الفني احنا بنتكلم على مشروع قومي لدوله كامله بيخدم حوالي 17 مليون اسره تنزانيه. كان بيحصل فيضانات في نهر روفيجي، وكان بيحصل في عجز كامل في موضوع الكهرباء. هم المشروع منشا كهربائي بيولد طاقه سنويه، احنا بنتكلم في حوالي 920 جيجا وات ساعه سنويا. فمشروع كهربائي هيحافظ على البنية التحتية، يحافظ على البيئة المحيطة، بيحافظ على مدار العام، هيخزن مية حوالي 34 مليار خلف السد، بالإضافة إن هو مشروع هو حجمه عملاق، هو مشروع مش سد واحد، ده بيصاحبه أربع سدود جانبية أخرى للحجز وتخزين المياه. فبنتكلم عن مشروع قومي مصر بتنفذه في دولة تنزانيا. ده يعني له أهمية كبيرة جدا، هو يعني كان طلب الرئيس جون ماجفولي للرئيس السيسي انه يتابعه شخصيا كمتابعته واهتمامه بالمشروعات القوميه المصريه. وطبعا اكد على كده السيد الرئيس في اكثر من لقاء انه المشروع مهم جدا لمصر زي ما هو مهم جدا لدولتنا. نعم، الاستاذ عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.